ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأتينا بأخبار إيجابية هذه المرة بأحدث تقرير لها حول الاقتصاد العالمي، حيث رفعت توقعات نمو الاقتصاد من 2.9 إلى 3.1% لهذا العام الحالي 2024، وهذا يأتي بدعم من الهجرة التي نحن نشهدها للعمالة إلى الأسواق المتقدمة والدول المتقدمة. بالنسبة للOECD ترفع توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام وكذلك الأمر لعام 2025، وأحد الأسباب أيضا التي تساهم في ذلك هو التوقعات بتراجع معدلات التضخم. هذه المستويات المتوقعة 3.1% لهذا العام، وأن نشهد نمو ب 3.2% لعام 2025. قد تبدو هذه الصورة إيجابية ولكنها أيضا متفاوتة من مكان إلى آخر. يعني في الأسواق المتقدمة، على الرغم من أن المملكة المتحدة مثلا استفادت من هجرة العمالة إليها، إلا أنها من المتوقع أن تنمو فقط ب 0.5%، بينما في الولايات المتحدة فرفعت توقعاتها إلى 2.6%، وهذا يتماشى مع ما يعتقد بأنه سيكون نوع من السوفت لاندينج، الهبوط السلس بالنسبة للاقتصاد، ولكنه لا زال حتى نمو قوي، ويتوقع أن نشهد المزيد بعض من التراجعات في 2025. ولكن بالنسبة لمجموعة العشرين، التوقعات بالنمو ب 3.1%، وبحسب المنظمة فإن الأرجنتين ستستمر في معاناة الاقتصاد لديها، والمملكة العربية السعودية أيضا ستشهد تراجع في النمو بعشري النقطة المئوية. وهذه الصورة اليوم يعني متباينة مع ما سمعناه من IMF، وبالتالي يعني بعض التناقضات نشهدها في هذه الأرقام. بشكل عام ألمانيا أيضا ستستمر في نوع من المعاناة، وهذا ما سيضغط على الاقتصاد الأوروبي على منطقة اليورو، على الرغم من أنه نشهد بعض التحسن في النمو، وهذا طبعا يظهر يعني التفاوت القوي. ولكن يعني يترأس المجموعة الهند، إندونيسيا، الصين، تركيا. من الواضح بأن الأسواق الناشئة بقيادة الهند هي من يقود جزء أكبر من هذا الاقتصاد العالمي. أما فيما يتعلق بالنسبة للأرقام الأخرى التي صدرت في هذا التقرير، طبعا رفع توقعات الاقتصاد أمريكا والصين واليابان، ومنطقة اليورو ستبقى تحت الضغط، والسبب يعود إلى اليابان. هذا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، 2.6% من نمو هذا العام، تباطؤ إلى 1.8% في عام 2025. لا يعني يتوقع أي نوع من الركود الاقتصادي. أما بالنسبة لتوقعات نمو الصين فهي قريبة جدا الآن من مستهدف الإدارة الصينية عند 5%، توقعات عند 4.9% لهذا العام، يعني تراجع نمو 4.5% العام القادم، ولكن تحسن من التوقعات السابقة. أما بالنسبة لليابان فكذلك الأمر، شهدنا رفع كبير في توقعات الاقتصاد للفترة القادمة بدعم من السياسات النقدية المتساهلة. أما فيما يتعلق بالنسبة لمنطقة اليورو ف 0.6% نمو لهذا العام، طبعا بضغط من كبرى الاقتصاديات وخصوصا من ضعف الاقتصاد الذي نشهده من ألمانيا، على أمل أن يتحسن في العام القادم، ولكنه يبقى بعيد عن مستويات النمو التي نشهدها في الولايات المتحدة. من أبرز الأمور التي ستدعم هذا النمو هو التباطؤ التضخم. تباطؤ التضخم يعني تسير في السياسة النقدية. تسير في السياسة النقدية هذا يعني المزيد من خفض معدلات الفائدة، وهذا ما قد يساعد خصوصا الأسواق الناشئة على الاستمرار في النمو وحتى الأسواق المتقدمة. هل هذا سيتحقق؟ لا نعلم، لأنها لا زالت إحدى المخاطر الأبرز بالنسبة للOECD، بأن معدلات التضخم المرتفعة قد تؤجل خفض معدلات الفائدة. ولكن على الأرجح سنشهد حتى تباين في الاقتصاديات ما بين الولايات المتحدة، اليابان، منطقة اليورو وحتى الأسواق الناشئة. عامل التوترات الجيوسياسية أيضا من أبرز المخاطر، وخصوصا منذ العام الماضي نحملها إلى هذا العام 2024. استمرار الضعف في سوق العقارات في الصين والخوف من أن ينتشر إلى أماكن أخرى، وطبعا المزيد من إصدار الديون الذي أيضا يشكل نوع من المخاطر فيما يتعلق بالنسبة للاستقرار
المالي. هذه من أبرز المخاطر، ولكن النظرة العامة لا زالت متفائلة.